أيام معدودة تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا. البلد المضيف يجري اللمسات الأخيرة التحضيرية، والتي من بينها توفير البيئة المناسبة لضمان تغطية إعلامية بحجم هذا الحدث. السلطات المعنية افتتحت بالعاصمة موسكو مركزا إعلاميا للصحفيين الأجانب، يوفر كل شروط العمل الصحفي من وسائل تقنية وتسهيلات للوصول إلى المعلومة ونشرها في الوقت المناسب. افتتحنا اليوم المركز الإعلامي الخاص بالمونديال في موسكو، وسنباشر نشاطاتنا المتمثلة في مؤتمرات صحفية وندوات، بالإضافة إلى نشاطات فنية، ونتمنى أن يجد الصحفيون راحتهم في هذا المركز. افتتاح هذه المراكز الإعلامية لم يقتصر على العاصمة موسكو فقط، بل امتد لبقية المدن العشرة المستضيفة للحدث، ما يتيح تغطية إعلامية أكبر وتسهيلات للصحفيين كالنقل المجاني والإنترنت عالي التدفق. المتطوعون هم كلمة السر في هذه المراكز الإعلامية، هؤلاء هم القلب النابض لهذه المراكز، شباب وشابات يتقنون لغات البلدان المشاركة في هذه التظاهرات الكروية، سيعملون طيلة أيام المونديال على تقديم الخدمات والتسهيلات للإعلاميين. هنا يقوم المتطوعون بمساعدة الصحفيين على معرفة برامج وفعاليات المركز، إضافة إلى مساعدتهم في استعمال الوسائل التقنية لنشر أعمالهم، وكذلك نقوم نحن المتطوعين بإعطاء شروحات حول أبرز معالم المدن الروسية. تم تجهيز المركز لاستقبال عدد كبير من الصحفيين، قمنا بمساعدة التقنيين في تجهيز وسائل التصوير، كما وزعنا منشورات تضم معلومات وتفاصيل تساعد الصحفي في إنجاز عمله بكل سهولة. وتضم هذه المراكز كل الوسائل التقنية التي يحتاجها الصحفي لتغطية حدث كروي عالمي بحجم كأس العالم، حيث ستشهد هذه المراكز مؤتمرات صحفية لمدربي الفرق المشاركة قبل وبعد المباريات، كما ستكون ساحة لأعمال فنية وموسيقية تعرف العالم بثقافات البلدان المشاركة في أكبر عرس كروي. اهتمام بالغ توليه السلطات الروسية للصحافة الأجنبية لضمان تغطية ناجحة لمونديال 2018. افتتاح مراكز إعلامية هنا في موسكو وفي بقية المدن المستضيفة للمونديال يعكس مدى رغبة روسيا في تحقيق استضافة ناجحة للعرس الكروي. يوسف إيغار، قناة الغد، موسكو.